اش فهم هذا الكل؟ اش فهم؟ على قريب باش نسمع الحماس تاع الحومه شاتو كيبا من السعوديه، الخليج ما خلي لنا شيء، جواريتك البطاطا ماشيين غادي، هز بالبالة تاخو كعبة عندك اربع بليش، هكاكا بالضبط. من الاخر على قريب باش نوليو هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله. انا واحد من الناس ماني فاهم شيء لتو، جواريت كور مع الكيب ناسيونال تيتولير تمشي للدوري السعودي، فاش قال؟ باش تقول لي الدوري السعودي باهي وما باهي، وقت اللي جور تدا عنده اوفر دور البرة من الاوروب ولا من اللي هو ويختار الدور السعودي على الدور هذاك، خويا سامحني فيك من الاخر. والمشكله ماهيش غادي، المشكله مش جور ولا زوز، برشا جوارات فرد ضربه. نخليكم تفرجوا في الفيديو. اهلا وسهلا بكم من حلقه جديده من تريزي جول، من بعد 15 سنه مع الاتوار. حد زعل بالادنس دي؟ حد زعل بالادنس دي؟ وغارديان لور تاع الكيابا السينار تاع تونس ايمن مثلوثي يخرج من الاتوال يمشي البطن السعودي بكونترا بستة شهور. نذكر انه ايمن مثلوثي عمره 33 سنه، اي ذي قتله ومسكته هذا جور في طنبك الترشيقه نتاعو عندي انا، قاعد يعطي في نظمه قوي ياسر هو من عمره، بعد ما سمعنا اللي عنده انتيري ميرثا برلين وجمعيات اخرين، لكن في الاخر شنو يخير؟ خير الدور السعودي. ولي توا عمره 25 سنة، نذكروا انه من عمر يمشي من الاتوال للاهلي جدة بري 6 شهور، كما قلت لكم تاخو جور يعمل لك ريميز فيه، هكاك بالضبط الدور التونسي ولا هكاك جمعية تونس ولا هكاك، فرجاني السيسي توا مشى للسعودية زاد، ولي عمره 25 سنة، وفي 15 ماتش ماركا 4 بونتوات وعمل 3 اسيستوات، فرجاني السيسي يخرج من الاسبيرونس يمشي النصر السعودي، بترونسفير صار زملين رو، كيف كيف؟ جور باش يحطم روحه في السعودية. ولا تاكوم تاع مستير هشام السيفي زاد نفس الحكاية مشى للسعودية، واللي في سيزون هذي في 16 ماتش ماركا 5 بونتوات وعنده اسيست يخرج من الاتحاد المونستيري يمشي للحد السعودي بكونترا 6 شهور. الروج اكثر شي من هك الروج في السعودي، ليلي عمر 26 سنة واللي في 12 ماتش ماركا فهم 4 بونتوات وعنده اسيست يفسح كونترا نتاعو مع الاسبيرونس، فما اخبار اكد انه فما جوارات اخرين زاد كيف تطلعوا للسعودي. اش فما هذا الكل؟ شني يعجبكش قوليش تدوا عضوهم السعودية فيها جنة وحريات و لباس؟ ما حمزة الأحمر كيف كيف مخبر يقول انه طلع السعودي مشي صح مع اهلي السعودي الويه كونترا 6 شهور زاد، فما خبر اخر على معاذ بن شريفي كيف كيف فما كونتاكت مع فريق سعودي. والله كما قلت لكم تشري جوار عندك 10 بليش، المشكلة ماش غادي، المشكلة عند ايامات السعودية بعثت جواراتها يكونوا في اسبانيا، هذاك اللي يقهرك واحنا جواراتنا وين نبعثوهم في السعودي. طب نضرب راسي على حيط، نورمال نورمال يا عبيد من مخي صدقني خرجت من مخي، سي كاتاستروفي سي با بوسيبل سي كاتاستروفي يا رسول الله. 7 جوارات في الضربه ولا قداش في الخليج فاش قا، وزاد فما جوار اخر زاد ما قلتلكمش عليه واللي هو لاتاكو حمزه يونس اللي عمره تا 31 سنه، كيف كيف مشى الخليج ومشى قطر خلط على ياسين الشيخاب ثم ترانسفير من سعنا الفرو، بالرغم راه في سيزون مزيانه راه مع جامعته في تركيا في 18 ماتش ماركا 7 بونتويت، اش تحب اكثر من هك؟ الدرجه هذه ولا طمع في كره في تونس؟ اللي يجي طمع يحب يمشي للجامعه في الخليج يا ولدي افهم رانا على قريب رانا نكور كوب دي مون، سامحني بنيفو نتاع السعوديه اش تعمل بيه؟ كان جاي الدور السعودي في خير وفي نيفو به راهي متبعث جوارتها الاسباني. ان شاء الله يكون المسج نتاعي وصل جو به، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نشوفكم في فيديو اخر في الامان.